كيف برأيك الشباب بيقدروا يوفقوا بين المنافسة الفردية وبين تناغمهم مع بعضهم بأغنية واحدة؟ الأول عايز أقول للأستاذ إلياس إني بحبه وبحترمه على راسي من فوق، ويعني حب الشعب اللبناني لمصر وللوطن العربي ما فيهوش أي مزايدة ولا في أي شك، وجل من لا يسهو. I love you. السؤال كان إيه بقى؟ كيف فيهم يوفقوا بين المنافسة وبين إنه يكونوا متناغمين مع بعضهم بأغنية واحدة؟ المطرب عموما لازم يبقى جزء وبيخدم العمل الفني اللي بيقدمه في النوع ده من الأعمال الجماعية، بيبقى ضروري إن هم أكتر ما يركزوا في المنافسة يركزوا إزاي يخدموا بعض، إزاي يسلموا بعض، إزاي يطلعوا الموضوع بشكل كويس. يعني زي فريق الكورة، مش مهم إن أنت تجيب جول والفرقة تخسر في الآخر، المهم إن الفرقة تكسب. أنا شايف إن هم كسبوا وأدوا بشكل أكتر من رائع وأمتعونا. نعم، شكرا لك. أمير، وين أهمية الخيال عند الفنان برأيك؟ الخيال، هو في مقولة أعتقد لأينشتاين بتقول إن الخيال أهم من المعرفة، اعتقد يعني عشان ما حدش يقول انها غلط. الخيال طبعا اساس اي عمل ابداعي، وبشوف ان المطرب بالذات لازم يبقى عنده خيال عشان ما يضطرش يبقى بيعبر في اغانيه عن حياته الشخصيه او تجاربه، لان ده هيبقى ساعتها تجربته محدوده جدا. الخيال ممكن يخليه يعيش تجربه تانية هو ما عاشهاش بنفسه، واعتقد ان الفنان ما ينفعش يبقى فنان من غير خيال اساسا، وكل ما يبقى بقى خياله اوسع كل ما بيتميز اكتر. اكيد. شكرا أمير. انت خيال مبدئيا النهارده طبعا. كيف لقيت مابال الليلة؟ مابال كيف عم بتشوف مابال من برايم ورا برايم؟ مابال الليلة وكل ليلة، يعني أنا بشوف أدائها الاستعراضي، يعني كأن عندها خبرة 20 سنة اللي هو ممكن يكون عمرها. أدائها التعبيري كمان بتمثل حلو، عينيها بتقول الكلام اللي بتقوله. كنا بنقول ساعات في الغنى إن هو بيتأثر بأدائها الحركي والنفس وتنظيم النفس، بس أنا شايف إنها كمان في ده بتتطور، والنهارده كانت أفضل بكتير. أنا بشوف إن هي مش عارف، أنا مش متخيل المسرح ده من غير مابال بصراحة، بتعمل كل مرة حاجة جامدة جدا. شكرا أمير.